الرجال دحين دروح بخرج بطمن عليه. حضرت جوال برا انا لقي. اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. هلا بكم في حلقه جديده من برنامج النفق الموسم الثاني على شاشه قناه المكلة. جانا يا حبايب، وفي العالم انتشر كورونا وخلاهم يصيحوا بصوت الغافلين. عند العرب موجود وموجود برض الفجر، كلهم يعبر عليهم ما يعرف مله ودين. وما يعرفك فقري وان كانك من اهل التجر، شوف كلهم سوا عنده، شوف كلهم متساويين. الله يبعده عنا ويا رب ما نشوف شر، الله يحفظنا بحفظه مع جميع المسلمين. قولوا امين امين يا رب. دخلنا النفق مع بعض، ولكن اليوم ما بغينا نشوف حد في النفق طول، ونتمنى ان جميع متابعينا ملتزمين في بيوتهم. خصصنا الحلقه بعد التطورات الاحترازيه اللي خيرها، وحضرت جوال فرض على الجميع قبل إصابة أي حالة بالفيروس. الفيروس وصل 163 دولة، وأصاب أكثر من 680 ألف إنسان، واللي ماتوا أكثر من 40 ألف. وانت تتابعنا دحين احتمالية الأرقام تزيد. أصبح الإنسان اليوم يواجه أزمة عالمية تبير عبر للحدود والقارات، ووباء يجتاح الكرة الأرضية كلها ولا يفرق بين أحد طول. لكن يا جماعة، معنا حلين لنواجه هذا الوباء: غسل يدك وبعد من الزحمة، النظافة الشخصية، والقعدة في الدار بتساعد في توقف انتشار هذا الوباء. والشعوب اللي كانت تستهبل بالشيء ده دحين تدفع ارواحها مقابل عدم اللامبالاه حقهم. هذا الشيء البسيط واللي يستخف به غالبيتنا كان قبل مئات السنين غير موجود اساسا، وعمل ثوره في عالم الطب. العالم قبل غسل اليدين اختلف بكثير عن العالم بعد غسل اليدين. الكثير غير متقبل هذه النظريه طول، لكن علميا الفيروس متكون من غلاف دهني. لكن علميا قالوا ان الفيروس هذا يتكون من صليب، صليب دهن، الدهن هذا يتكون منه، والصابون يقدر يذوب هذا الصليط ويدمر الفيروس. عاد الصابون الصيني ده ابو عريه، هذا بينهي ابوه كامل. القصه يا خلق الله ما بتنتهي عند غسل اليدين، انتبهوا. بل علينا ان نحمي المجتمع من الاختلاط. تخيل معي ان صاحبنا مبخوت تحرك لسيئون واستقبل اقاربه اللي جو من مصر، وكانت هيدا اخر رحله طيران. خلوكم معي. وطبعا مصر مليانه بالفيروس، وجميع الدول اغلقت رحلاتها مع مصر وحجروا اللي يجون منها، وتم وضعهم خارج المدينه لمده 14 يوم. دعين خلك معي. مبخوت راح سيئون واستقبل اقاربه اللي جو من مصر بعد ان تم قياس درجة حرارتهم وكل حاجة تمام الحمد لله سليمة. لكن واحد من أقاربه كان مصاب، لكنه شاب ومناعته قوية وتحمل جسمه الأعراض الأولية وما ظهرت عليه، وأصلا هم ما وضعوهم في حجر صحي وما تم فحص عينات الدم حقهم. مبخوت صاحبنا رجال كبير في السن وتحضن قريبه ووصله لقريته في حضرموت. رجع مبخوت المكلة وبعد أيام حس بحمى وصداع. راح المستوصف القريب عنده وقالوا له عندك حمى فيروسية. مبخوت جلس في الدار مسكين وما حد له، والحمى تزيد وتكسر فوقه والأعراض تزيد فيه. طيب خليك معي. شفنا احنا في دولة متخلفة عن العالم بمئات السنين، وثانيا ان في شريحة من المواطنين تحت خط الفقر. مش كل مواطن يقدر يوصل للمستوصف. افترضنا ان مبخوت اصيب بالفيروس وتم في دارهم، وافترضنا ان قريب مبخوت شاب عنده مناعة قوية وعنده الفيروس لكن ما تظهر عليه الاعراض لان مناعته قوية. النتيجة ان احتمالية الفيروس موجودة، وعاد بعد ما جت الرحلات من مطار الريان ومطار سيون ومطار عدن، وعاد ما لقى لهم حجر صحي طول. والحركة التجارية مع الدول المجاورة مستمرة مفتوحة، والقاطرات كل يوم يا بيته، والسائقين حقها هنود باكستانيين صواميل من شق طرف. بعدم اعلان اي اصابه بالفيروس مش معناته ماشي فيروس في البلاد، انتبهوا. فنحن في ازمه تعصف بنا للمره الاولى في التاريخ، واليمن دوله متخلفه لدرجه انه لا يمكن تعداد السكان فيها طول، ولا نعرف من يدخل ويخرج يوميا منها. نحن في وضع بلاد مقسمه، وكل قسم يختلف عن القسم الاخر بفوارق كبيره. نحن نتحدث عن سيارات مجهوله، عن مواطنين مجهولين، عن مديريات متناثره، عن صحاري وسهوله وديان لا تعلم الدولة من يسكنها. نحن نتكلم عن سيول تقطع المكلة وتفصل كل حي عن آخر. تخيل المطر تطفي الكهرباء ساعات، وبعض الحواف 12 ساعة ما لصت عندهم طول. وحالنا وصل أن الممرضين يطشون من المستشفى مشان حالة مصاب. نتحدث عن حالة مصاب عنده كمته، طش كلهم ممرضين منه مستشفى في عدن، والتاني هنا في المكلة لقى دعرة عند الممرضين كلهم ما هم دارين يلقون. يعني بالله وصل وضعنا لهذه الدرجة؟ نحن في ظل لا دولة وحكومة في الخارج ما هي دارية عنا كتلقي طول. انتبه، شوف ده وباء عالمي، أهلك دول متقدمة عننا بسنين طويل. قالك في الدار الحذر لا يرد القدر، لكن الأخذ بالأسباب والتوكل واجب على كل مسلم. دحين صاحبنا مبخوت علي اللي جالس في الدار، دحين انتوا تتوقعون ان الدولة مداريته؟ اللي يقرب المبخوت علي مسقول في خيمة في الصحراء هناك، من داريبه ماشي حتى مركز صحي بجنبه. أكيد أهل القرية كلهم قد غبقوا معه، اللي سلم عليه واللي حياه واللي حضنه كلهم غبقوا معه، والعدوى تنتشر فيهم وما حد داريبهم طول. ومبخوت علي هنا ما قصر، دخل المسجد وسلم على أهله واختلط بده وحايده كل أبوهم عبر عليه، وتاني يوم كلهم اللي سلم على
كلام صاروا اشغالهم وكل واحد سلم على الثاني، وبعد ساعات قد معنا 100 مصاب، وبعد 3 ايام قدهم 1000 بالراحه بالراحه، وفجاه المدينه كلها وباء، والسبب انه مبغوط علي خرج شيئون مرتزع في داره. شنو احنا في وضع اظهر الفيروس صرحنا فيها كلنا احنا مع الاستهتار والاستهبال حق المواطنين على الكورونا ما كورونا، لدرجه انهم لقوا كمامه في السكن قفلوها من هنا. تفهم على الاستهبال ده كله بتقع النتيجه مساويه على الجميع. نحن من شعب الله المختار، بس على الاقل رحمه نحن شوي، حس بالمواطن، حس بنحن شوي، الله عاد شوف فيكم احساس شوي كذا. اجراءات كل يوم تزيد تزيد تزيد، والمواطن ما حد داري بطول، ما حرام وده. دحين هالمواطن ما بغى شي منكم يم، بغى منكم شي كذا، فواتير ببلاش، شي تنقيص، شي تخفيض في الاسعار، شي هدى، حياة بسيطة، وان كان شي بيم اللي تلفلفونه، تمام. انا ما نهمر طول الا اصحاب الدخل اليومي، ما انا مداري كاي يلقون، الله يعينهم. المواطن ما حصل حقوقه في البلاد دي قبل الوباء، بس كيف يحصلها بعد الوباء؟ كيف يحصلها؟ ربنا يستر ربنا يستر. نحن نواجه فيروس يتسلل ولا يعلن عن نفسه، لا معنى مضاد ولا معنى لقاح يحمي نحن، لكن على الانسان ان يكون ايمانه قوي بالله. خلونا نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. ايمانك خله قوي بالله وتوكل على الله، وما بيصيبك شيء الا قد كتبه الله لك. املنا كبير في الله، لكن خذ بالاسباب، غسل يدك وبعد عن الاختلاط وخلي السعسعه واقعد في دارك، ولا تنسون الفقره الميدانيه للبرنامج نغناها عشان نلتزم بالحجر الصحي. نفقنا طويله ومظلم، ما عليكم الا تشاهدونا مساء كل جمعة الساعة 10 على شاشة قناة المكلة. وإن كانك تتابعنا على السوشيال ميديا اترك تعليقك تحت لأنه مهم عندنا. قرع الجرس واعمل اشتراك واعجب بالقناة، ومشاوير القاتلة بير علي وللدار البيضة ما يحتاج بطلها. حيا بكم بين الجمعة، حفظنا الله وإياكم من كل بلاء وباء، آمين يا رب. نسيت حاجة، احتمال الجمعة الجاية ما نطلع بسبب حضرة التجوال، كل واحد في داره. ها مبخوت، ها يا اخي شغبتنا والله شغبتنا، من قبل نتصل عليك، انت بخير؟ الحمد لله حمى عندك، يلا تمام بشوفك بعد التجوال حضر التجوال حقهم ده، يلا تمام، يلا.